بصي انا حابه قوي الفتره بتاعه ميلودي، مع ان دي كانت اكتر فتره انا كنت متخوفه منها جدا، لان كان في الوقت ده كان منتشر بعض قنوات المسابقات البي والسي، تمام؟ فاول ما قالوا لي يا ليلي وتعالي واستاذ جمال مروان هيفتح قناه جديده ويلا، بيني وبينك انا قلت لا هبقى زي المذيعات، وكنت بسمع بقى التريقه ودول مش بروفيشنال يعني، فقول لا يعني انا بعد ما انا خريجه اعلام تمام ايه. قالوا لي لا وما تخافيش، ومش بس كده انتوا هياخدوكوا حتى لو انت مذيعه قبل كده هيبتدوا يمرنوكوا على طبيعه البرامج دي. وفعلا قعدت فتره يمكن لا تقل عن 3 4 شهور تريننج يوميا في قناه استوديوهات ميلودي عشان نطلع بميلودي تريكس، كان لسه اللونش بتاع ميلودي تريكس. حبيت الفتره دي قوي لان ميزتني ما اعرفش عملت لي جامب غريب كده يعني. انا حتى كان المشاهدين اللي بيكلمونا، انا في الوقت ده كان شعري مش فاكره كان بلوند ولا احمر، فكانت الناس المهم يعني مسميني اولجا، فما اعرفش ليه شبه الروس فاولجا اولجا اولجا، فحتى محدش بقى يقول لي ليه في الشارع لو انا ماشيه كده يا اولجا مش عارف، فبقيت اولجا. انا عمري في حياتي ما حد قال لي اولجا غير وانا في ميلودي تريكس يعني، قعدت سنتين كان اسمي اولجا.